إلى النحر. مشايت عشيق وبدرب الصديق دونك اختنيك حسين حسين اتعب وانت تشي علمتني البتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن اعدائهم. نعم، هي كلمه قالتها مولاتنا زينب سلام الله عليها، فوالله لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا. نعم والله وبالله أخواني وتالله، هذه الكلمات اليوم نراها بأم أعيننا في هذا المشهد الجميل، المشهد الرائع، المشهد اللي ما ينشبع منه. والله العلي العظيم إيش قد ما نوقف هنا ما نشبع من هالمشاهد الجميلة والرائعة. هاي أشياء عجيبة غريبة، أشياء عجيبة غريبة ما تصدق. ناس ما نايمة يومين وثلاثة أيام، هذول الخدام اللي يخدمون الزوار، وناس تعبانة، وناس هلكانة من الشمس، وناس هلكانة من الحار. يعني فتشي عجيب غريب ما ينوصف. إيش قد ما جاي أقدر يعني أحاول أنه أوصف ولو جزء بسيط من القضية اللي جاي أشوفها، بس ما جاي أقدر. والله العلي العظيم تعال بنفسك وشوف، اللي قاعد ببيتك تعال بنفسك وشوف، لا تحرم نفسك من هاي النعمة، نعمة الحسين سلام الله عليه، النعمة اللي الله نطانا إياها، باب نجاة الأمة، سفينة النجاة، أبا عبد الله سيد الشهداء سلام الله عليه. أتشرف حقيقة أيها الكرام، أتشرف ومن دواعي سروري أنه أكون في خدمتكم من خلال هذه التغطيات المسجلة من هذا الطريق المبارك، طريق يا حسين، طريق النجف كربلاء. أسأل الله بكرامة الحسين أن لا يحرمنا وإياكم خدمة الإمام الحسين، مستمر معكم دائما من خلال هذه الشاشة المباركة وهذه التغطيات، فابقوا معنا. خطوة تمشيها زينب تواسيها يا زاير حسين، تدعي لك الزهرة يا بختك شكبرة يا ابن الموالين. زاير حسين ومقامك عالي، لأن غالي حسين تصبح غالي، أمر احنا بخدمتك يا الزاير، دلل علينا وأبد لا تبالي. عالراس يا زاير تخيله، عالراس لو تتعب نشيله، عالراس لو تتعب نشيله. مشاي والله بياله، مشاي والمهدي يبراله، مشاي والمهدي يبراله. قدامك ترحب لا تعبر الموكب، شرفنا لحظات اقعد لك شوية، اشرب لك مية نتوسل تبات. البيت بيتك والخدم اخوانك، تفضل ادخل فارشين امكانك، الله حبنا وجابك على. نعم احبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الامام المهدي الفضائي، متواصلين معكم وهذه التغطية من هذا الطريق المبارك، واحد خدام زوار ابي عبد الله الحسين. السلام عليكم عزيزي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك. عرفني على اسم حضرتك. وسام حميد. وسام حميد موكب من شباب البتول، نخدم الزوار، صار لنا تقريبا هنا بال 13 يوم. ما شاء الله ما شاء الله، نخدم الزوار. يوم محافظه انتم؟ احنا كربلاء. كربلاء يعني لكم. بارك الله. طلعون من كربلاء تجون هنا تقعدون؟ احنا من كربلاء نجي نخدم الزوار، هاي صار لنا 13 يوم هنا نخدم، اكل وشرب يومي على هذا الشيء. ان شاء الله المنهج هو هذا، لازم احنا نديه. هاي بعد هي بعد مثل ما تقول وصية الإمام الحسين، عرفت؟ لازم واحد مثل ما تقول يأديه زين، وهذا المنهج. شباب وأطفال كلها تمشي على هذا المنهج إن شاء الله، وأمور خدمة بعد احنا خدام لك بعد انت إن شاء الله يمنه. شكرا
كل لين والله. طبعا عزيزي مثل ما تعرف يعني بكلامك كلامك مثل ما تعرف اكو هجمه على المشايه المقدسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، اكو افراد جاي يبثون فيديوهات مسيئه وهجمه شرسه من ناس فاشلين حقيقه. اليوم شو تقول لهم؟ اليوم احنا كاعلام جايين نبين هاي الصوره الحقيقيه بدون رتوش، شو تقول لهم؟ شايف الامام الحسين يسحقون عليهم بالاقدام. اي والله لولا ما يهتمون وما يهتمون ان هاي بالاقدام المشايه تمشي وتسحق هيك نماذج، عرفت؟ ان شاء الله احنا على هذا المنهج باقين ومصرين ان شاء الله حبيبي بعد قلبي بعد عمري عزيزي ان شاء الله احسنت. اي والله الله سبحانه طول الدرب خدمة نما بأثر نعمة، اش تتمنى موجود؟ أمرنا يا الزاير ما يوقك الحاضر وعيونك شهود، نريد منك بركة مر بينا دنيا تضوي من تسلم علينا، لا تمر بالموكب وما تدخل نزعل عليك وترى تبكينا. خطوات يا زاير امشيها، خطوات خدامك اهديها، خطوات خدامك اهديها. مشاي والله ديالك، مشاي والمهدي يبرالك، مشاي والمهدي يبرالك. بالممشى من تبدي سلم على المهدي، ادعي له وياك اهدي له خطواتك، ضيها حاجاتك بعيونه يرعاك. مهدي يمشي وياكم بدمعاته، شيلوا يا الزوار من مأساته، للفرج يدوله هو وياكم من مغيبة يظهر ثاراته. وياه من يظهر الثاره، وياه كل احنا انصاره، وياه كل احنا انصاره. متواصلين معكم احبائي المشاهدين مشاهدي قناة الامام المهدي الفضائية، وهذه التغطية من طريق الجنة طريق حسين. معنا ايضا احد خدام زوار ابي عبد الله حسين. السلام عليكم، عظم الله اجرك. السلام ورحمة الله، عظم الله اجرك يا بعد قلب استاذ الغالي، ما الله والديك. عرفني باسم حضرتك. الشاعر مراد المالكي. والله والنعم. الله يحفظك ويسلمك. الله فدوى روحنا. شنو الخدمه اللي تقدمها هنا بهذا الطريق المبارك؟ والله احنا نتبرك برجلين زوار الحسين، تدليك وتوزيع، وشن نقدم لهم قليل بحقهم. يا حسين خدام احنا. يا بعد قلب الله يحفظك. الله يحفظك ويسلمك. عندك مشاركه سمعني اياها ان شاء الله. سالوا إبراهيم ابن مالك الأشتر فقالوا لحصف لنا العباس ابن علي وماذا فعل؟ يقلهم اللي يريد يشوف راس عظام ريجة الطق، ومثل شق الكواغد بالدروع يشق، العجيد الزين تبيد روحه لو علي يطبق، يشلع شفينا من زنوده ولكد لمطهم وصارت صري شودو، برز والجيش كله توارد ويلبو، الروس القابلة تترس بيها جو، ما خلاها بالقاع تحط، ما خلاها بالقاع تحط. الله يحفظك استاذي الغالي. انا خادمك فدوى روح لك. طوه طوه بفاضل طوه مصلايته وبسيفه جاي حد، وظل الظهر بي الفارس يرد، الصنم الصنم يشرد يكون مسير عليه، اجا اجا بعين البرق وجفوفه ترعد، الفارس الفارس على النخله يحاش لحذاه، شجاك انت بمكان جاي تلبد، يحط قاده بحشوش الطير، يحط قاده بحشوش الطير، يحط قاده بعد قلبي. ما دام الزوار التموا الله يحفظهم وخدام الزوار، سمعنا فد لبيك يا حسين الى الحسين ان شاء الله. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. بجروحك بروحك اوصل بربع عينين، اوصل بربع عينين، شد عزمك يا شيعي وهي فرصه، ترى هاي المسيره الها قصه، شد عزمك يا شيعي وهي فرصه، ترى هاي المسيره الها قصه. لا تفكر بكل
شد حالك وامشي يا بمشي عن سكنة خولة ورقية يا بمشي عن سكنة خولة ورقية لو رفت الغاية معناها كغراية شاركهم القوم على ابن السجية شاركهم القوم على ابن السجية دمعة العين تصرخ حسين دمعة العين تصرخ حسين بإحساسك بانفاسك لا تنسى الحبيبة زينب يا غريبة قرآن المصايب هذا نص ترى هاي المسيرة إلها قصة نعم أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية متواصلين معكم وهذه التغطية من طريق الجنة معنا أيضا أحد خدام أبي عبد الله الحسين السلام عليكم أغاتي بعد روح خالد شلون أمورك الله يستر عليك عرفني باسمك قاسم الجشاوي من محافظة كربلاء فذو روح الله يستر عليك ممنون بعد روح شنو شغلك هنا قاسم والله بخدمة أبو عبد الله الحسين لهاي الزوار الكريمة بارك الله وإحنا خدام لهم إن شاء الله هنيئا لك يا عزيز فذو روح عندك مشاركة قاسم تفضل خادم تبشر يقول زينب حاجت العباس زينب حاجت العباس العباس قالت خويا عطشانه دك سدره وتنخل حيت فاتم سرف نردان جاب الماي الماي يا ماي ماي يا ماي جاب الماي يسحل بيه بس ما أبلل الألسان الشط الشط قدام الكافل يركض رايح راد الشط قدام الكافل من يشوف قبالة طفلة ينحب ودمع يهمله رقية موتت حيله كله يا عظيم إحساسه رقية موتت حيله كله يا عظيم إحساسه يدعي للزوار يدعو ورافوع الإيد رغم كل جروحة تنزف تربض تفيد مولانا ويانا ينحب على سبية كل صبح ومسية وبهاي الزيارة هواية وصة ترى هاي المسيرة إلها قصة من ردن الخدار تتوجه وحده على خرب سبي تتوجه قال لرخصنا عليه صنع عليهم من يعد روح أزلمه
وانا من قد المعارك تدرسي في مثلم بخزرة من نخزر شمرهم بخزرة من نخزر شمرهم روح تصعد للسماء للسماء عباس طف جاب بسيف عباس طف جاب بسيف عباس طف جاب بسيف عباس طف تعال خرب سبي لو خار كيسه رجله اتحزم بصبرك هاي الرساله انتصاري لعيبين هاي الرساله انتصاري لعيبين اذكر معون تحملت شلون تحملت شلون اذكر معون واسيها عالبيها خليها دمعتك خليها دمعتك بكل المصايب الها حصة ترى هاي المسيرة الها قصة قصة العباس اشتهى يسبح لزم كربلة بجبين مغطها مغطها وخيص سواها والسبعين الف يا ناس جماجمهم خرز للسبحة خلاها وكركوشة السبحة الكوفة علقها وسبحة نصر سماها ظل بيها يذب خير القوم ظل بيها يذب ترى هاي المسيرة إلها قصة سجل اسمك وتباهى ثورة بالدم جبناها سجل اسمك وتباهى ثورة بالدم جبناها انصر حسين بوجوده كربلا جدد عهوده يا ابو فاضل قل جودك منه انت رويني يا ابو فاضل قل جودك منه انت رويني قل متعني بحنيني العمر فدوه وسنيني بجيبين حسين ثبت ديني أمي كتبت لي بجيبين حسين ثبت ديني حسين ثبت دين الله بنحر مولاي موقفة معوطش هو ولعند أخو مبغود معلوم الذي يبجيه ولعند أخو مبغود ما تدري الأخو بموته يخليك الأخو ممرود ون حسين على عباس ون تصدع الجلمود يا سراج المنزل طفيت يا سراج المنزل ترى هاي المسيرة إلها قصة سجل اسمك وتباهى ثورة بالدم جبناها سجل اسمك وتباهى ثورة بالدم جبناها انصر حسين بوجوده كربلا جدد عهوده يا ابو فاضل قل جودك منه انت رويني يا ابو فاضل قل جودك منه انت رويني قل متعني بحنيني العمر فدوة وسنيني أمي كتبت لي بجيبين حسين ثبت ديني أمي كتبت لي بجيبين حسين ثبت ديني حسين ثبت دين الله بنحر مولاي موقفة معوطش هو حسين الموت روان وانطان كل رجوله درس كل رجوله والقاق
باقي لساني دم قصة ترى هاي المسيرة إلها قصة أبغاك تلصق في يمينك سيفك وتحصد القاب بالماتين في الرجوة القبل يعطي ركبته يسد حيفك والما قبلها أخذها في القوة حين أحط حروقتك ويصيفك الشمس من حروقتك تشوى هاي الزلم تصرخ لون مرطيفك تجيها الشيلة من حرمتك قوة عباس هون من كثر تلطيفك حق اللي ينوخذ بالقسوة رد بقسوة والقال لك هات نب تعريفك قل له أنا بالليالي يضوى أبو الفضل شي قل له قل له لا توصيني أنا تربات ديك لا توصيني أنا تربات ديك أنا واحد ولي عدني عدلف الخاطر سكينة فلا خلي لخال إلا عوف الغربة وبلش بالعرف الطف الطف لي هسه مبلل من قصة لعباس الطفلي هسه مبلل من قصة لعباس الطفلي هسه مبلل زوارك عمر عشت امضى عنها قدام زوارك عمر عشت امضى عنها من خيمتك موقف طلع وصير ابنها والدنيا نترسها بهنا ويغرف حضنها يغرف حضنها خدام عشنا بهالسين خدام لحسين الشهيد خدام شدنا الحزين ويلي خدمك دوم يعلم نعم أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية لا زالت التغطية مستمرة والعطاء مستمر من هذا الطريق المبارك طريق الحسين سلام الله عليه للزينبيات دور فعال ومهم في هذه الزيارة المباركة معنا أيضا إحدى الأخوات سلام عليكم أخوي عظم الله السلام ورحمة الله وبركاته نعزي العالم الإسلامي أجمع بذكرى أربعينية الإمام الحسين وعودة الحوراء زينب إلى مضاجع أخوتها حاملة رؤوسهم راجعة محملة بالأحزان تمثل الدور العقائدي والدور في التضحية في الدور الذي شهدته كربلاء ونطلب ونرتجي من أخواتنا الزينبيات أن يمثلن ما ذهبت به زينب من ثورة وتضحية وستر وحشمة وحجاب وما ذلت وما سقطت وما توانت عن ذكر مظلومية الزهراء وأبناء الزهراء في كل مجلس وفي كل ديوان وفي كل مشهد شهدته مولاتنا السيدة زينب ونحيي جهودكم وجهود المواكب ولولا المواكب الحسينية لما مشى الزائر سائرا على طريق أبا الأحرار أبا عبد الله الحسين سائلين المولى أن يوفقكم لخدمة أبا عبد الله وأن يبارك بجهودكم أجمعين وصلى الله على محمد وآل محمد الله أنفاسكم يا أخويا شكرا جزيلا بارك الله بك ونفرح الزاير بملقى يا زوار ونجزي الغربة بالشبقة يا زوار نسولف لب عشق نموت وما نفترق سنة وما نحمل الفرقة يا زوار سنة وما نحمل الفرقة يا زوار ونصير مثل أهل الكهف كم يوم هم ما حد عرف لما تمر بينا وأيام تتنفس عطور كل عام ما تقبل عذر خدام أبو سكينة نبدر واحنا بدربة يا زوار نبل نمشي ابنا بتربة يا زوار واللي خدمك دوم يعلى كلمة تعيش بإحساس خدام زوارك
نعم أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، متواصلين معكم وهذه التغطية من هذا الطريق المبارك، طريق النجف كربلاء. معنا أيضا أحد المشاركين. السلام عليكم. عزيزي عليكم السلام ورحمة الله. أجرنا وأجركم وسيد رضا من أهل البصرة قضاء القرنة، حياك الله بعد روحي أعظم مصاب. في عندك مشارك؟ أي والله عندي مشارك. أقول لا وحق حجاب زينب والستر، ولا وحق خطواتها بدرب اليسر، خلي ذبحونا ونموت وفر من الموت، صدق ما نفور الموت عيد يصير عدنا بدرب ابو السجاد لو حان الغدا، الموت عيد يصير عدنا بدرب ابو السجاد لو حان الغدر، الموت بدربك يا محلال موت بدربك يا محلال موت بدربك يا محلال موت. تقول يا محمد بطيت شلون، يا محمد بطيت شلون، وعلى حدنا سدت عيله، انا شيخ الطائفة مطروح وما عدنا زلم تتعنى وشيله، انا قوم قوم الخاطري سيدة زينب تناشد محمد من الحنفية، تقول له قوم الخاطري حتى لو مالك حيل، مالك حيل وعوك ظهر لك حيله، ترى يستوحدون بطيحت العباس وخاف زلامهم تدنى للشيل، ترى يستوحدوني بطيحت العباس وخاف زلامهم تدنى للشيل، بيوم تحزر زينب وعذرت كم ناقيب، يوم تحزر عذرت كم ناقيب، يوم تحزر زينب عذرت. حسنت عزيزي ممنون، رحم الله والديك، جزاك الله. عشت بهالنسيم قدام يا حسين الشهيد، قدام شدنا الحزين وين يخدمك دوم يا تعيش بحساس، كلمة تعيش بحساس، ونروي بخدمته الغيرة يا زوار، زيارة محزمة بسيرة يا زوار، واللي يتعنى بجدم بأول خطوة انرسم، واللي يتعنى بجدم بأول خطوة انرسم، ديرة ترسم الديرة يا زوار، وتعيش تاج على الأرض ما دام بيرحنا النبض على القصة مكتوبة، كل يوم ندعي فاطمة بجفوف. نعم أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، معنا أيضا إحدى بناتنا الله يحفظهن ويرعاهن ويستر عليهن. السلام عليكم عمو. معكم سيام. شلونك حبيبتي؟ زينة. شنو اسمك أنت؟ صفاء أحمد. حياك الله صفاء، إيش قد عمرك؟ أبي 10 سنين. كل الهلا بيك عمو، كل الهلا بيك، حياك الله. شنو تسوين هنا أنت جاية؟ يخدم زواي. بارك الله بيك، تخدمين زوار الإمام الحسين عليه السلام. إي. ويا من جاية؟ ويا الوالد ويا الوالدة؟ عندنا موكل. ما شاء الله، لكم موكل. شو تقدمون بالضبط للزوار؟ حياة ومية ماي ومية عسي هيجي. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. زين إذا قلت لك هسه خلي نروح المدينة الألعاب ونعوف هذا المكان، تروحين؟ لا. ليش؟ يخدم هنا أحسن. يخدم الزوار؟ إي. زوار الحسين سلام الله عليه أحسن. إي. بارك الله بيك عمو حبيبتي. شكراً. بارك الله بيك، طيب الله أنفاس، شكراً، شكراً حبيبتي. هلا بيكم يا زوار، هلا بيكم. هلا بزوار الحسين. صوت ابو فاضل يعتلي لي اللي وصلت دياره، بيكم يا زوار هلا بيكم، من عالم الدرم وامس مسجله زواره، بيكم يا زوار هلا بيكم، باب الحسين اللي قصد مفتوحه حتما داره، بجفوف دللت الخدم لا مو فقط خطاره، بيكم يا زوار هلا بيكم، هلا بزوار الحسين، بيكم يا زوار هلا بيكم، قواكم الله زوار، بيكم يا زوار هلا بيكم، حسين كل موكب مخلي حرز للي حضر عنايه، بيكم يا زوار هلا بيكم، وفايا نحر ونعشق الوفاية، هلا بيكم يا زوار هلا بيكم، مكتوب زي
زينب على العالم يا محلى هاي الراية. الله خالق هالخدم في خدمة المشاية. هلا بزوار الحسين دواكم الله زوار. كل خطوة حجة تنحسب يوم الحشر مكتوبة. للعين غرق هالدمع للجاي اسود ثوبة. ان شاء الله بهذا السفر مغفورة كل ذنوبة. وش محلى من بعد التعب لو يلتقي بمحبوبة. نعم احبائي المشاهدين، ما زلنا متواصلين معكم وهذه التغطيات من طريق الجنة واحد خدام الحسين ابنائنا الله يحفظهم. شلونك حبيبي؟ الحمد لله. شلون صحتك؟ الحمد لله. شنو اسمك وليد؟ حسن. بارك الله بيك حسوني. قلت لي عندك هوسه حسوني. صح. يلا تفضل. اقل له صفن حتى الهوى وظل ما يحرج العود، يم المشرعه من وقف راعي الجود، الفرس من الفرس اختلت وبيت قود، من يم وبعد يوقف حج التاريخ للتاريخ حط حدود، من يم وبعد يوقف حج التاريخ للتاريخ حط حدود. أهزام ما تتقابل بالطف، أهزام ما تتقابل بالطف، ولا تسحل بي الخيل دام ما تتقابل بالطف. طيب والله انفاسك، شكرا جزيلا حسوني، مجبور موفق ان شاء الله. والراية رفت بالديار بالقرنة نفس الراية. الناس ريع عيونهم على الزاير، جهزوا لك كل شي من العاشر. الناس ريع عيونهم على الزاير، جهزوا لك كل شي من العاشر. بها عادات الكرم سوق الشيوخ، من زمان الماضي حد حاضر، من زمان الماضي حد حاضر. أهل الفهود يحيون نجوم الشاية، أهل الفهود يحيون نجوم الشاية. إدارة الإنتاج والتوزيع علي البهادلي. ميزان الشجاعة والإباء علقوا راياتهم حد كربلاء، أهل ميزان الشجاعة والإباء علقوا راياتهم حد كربلاء. يطبخ بروحه طبخ للزائرين، نارهم وصلت إلى عنان السماء، نارهم وصلت إلى عنان السماء. درب البكير يدقوا أكبر ثايا، شدوا عزمهم بحسية المتحدى والوصفاية، درب البكير يدقوا أكبر ثايا. والسما والموكب محضرين للحدود الجاي متلقينا، والسماء والموكب محضرين للحدود الجاي متلقينا. بالرميث ايش كثر خدام الحسين. متواصلين معكم احبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الامام المهدي الفضائية، معنا ايضا احد الزوار الكرام من ايران من مدينة الخفاجية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. قلب عزيزي واشكر قناة المهدي عز قلب عز قلبي خادم الحسين يا قلبي. شنو شفت بالطريق عمو؟ نعمة فضيلة، نعمة بركات، وهالعراقية ما قصروا ويانا يعني. موكبات، واحنا عندنا موكب بدرب الحمار درب الشبايش خدمت بيه حوالي 12 يوم وكفيته، وهسه مستعد راح الامام الحسين ويا موكب اللي اشوف منه احب اخدم بيه. حياتك والله هكذا ما اخذنا شوق الامام الحسين. اي يا حسين يا ابو عبد الله قلبك خدمتك ويا اذاك ساوي. ويا من جاي انت ابوي؟ انا واولادي وعيالي وبناتي كلنا جايين عايفين البيوت، كلش عايفين البيوت يا ابن حب الحسين، حب الحسين يا ابن حياتك والله. نبيك يا حسين، نبيك يا حسين، نبيك يا حسين قلبك عز قلبك. احمد الله والديك وشكرك عزيز قلبي. احسنت. طيب الله انفاسك معجوب عزيز قلبي. من يقوم من يقوم
يا زوار وياكم 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 والحسين وياكم 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 يا زوار وياكم وياكم والحسين وياكم. نطلع من البصرة بس هذا قليل نستلف كلمات طول دروبة هاي رحمة من الله لو طال الطريق خاطر المذنب تطيح ذنوبة العاشق اش ما طال دربه يزود شوق لهفة يتلقى المحب محبوبة بلهفة يتلقى المحب محبوبة وبداركم وبداركم تبقى العليلة بداركم وياكم وياكم والحسين وياكم هنياكم هنياكم يا زوار هنياكم وياكم وياكم والحسين وياكم هنياكم هنياكم يا زوار هنياكم وياكم خدمة أهل البيت ما بيها فقير العند والما عند فاتح بيته اش تطلب الخدام ما يتعاجزون شاب شايب يفتر بصينيته. نعم أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية انتهينا من هذه التغطية بس ما انتهينا من تغطياتنا المباركة اللي راح تستمر إلى يوم 40 إن شاء الله تعالى من هذا الطريق المبارك طريق يا حسين طريق النجف كربلاء. أسأل الله بكرامة الحسين أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله ويرجع زوار سيد الشهداء إلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين إن شاء الله وأن يعدل الفرج مولانا صاحب العصر والزمان. ختاما تقبلوا تحياتي أنا حسين الأميري وتحيات الزميل المصور أبو ثائر المنصوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسماء وش ما كثر بها المسير يزود كل زاير ضعف تقديره والديوانية علي وياكم تصيح هلا بالزوار واهل الغيرة انتم معزبين واحنا من بعيد انتم معزبين واحنا من بعيد موش خطر انتم اهل الديرة موش خطر انتم اهل الديرة خطاركم خطاركم لنحسب خطاركم وياكم وياكم والحسين وياكم هنياكم هنياكم يا زوار هنياكم وياكم وياكم والحسين وياكم هنياكم هنياكم يا زوار هنياكم وياكم وياكم.